النهاردة التقدم في البحوث الطبية ما عادش بيتبني على الأطباء أو المتخصصين في مجال العلوم الطبية وحدهم، إنما النهاردة بقى فيه تخصصات جديدة نتيجة تزاوج الطب مع الهندسة مع الصيدلة مع العلوم. تخصصات زي الكمبيوتيشنال بايو انفورماتكس أو نظم المعلومات الحيوية، الذكاء الصناعي الطبي اللي بنشوف تطبيقاته النهاردة في بعض تحاليل اللي بتستخدم في التشخيص أو بعض التقنيات اللي بتستخدم في العلاج، ديت مش نتيجة جهود أطباء وحدهم ولكن نتيجة جهود ناس متخصصة في مجالات كنا لغاية وقت قريب جدا نتصور إن ملهاش علاقة ببعض. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأنه في مصر إذا كان عندنا أجندة للتقدم في البحث العلمي بشكل عالمي وفي فعلا هذا، لازم يكون في تعاون وخطط تعاون واضحة بين كليات في مجالات متعددة ومراكز بحثية في مجالات متعددة يشتغلوا مع بعض، يعملوا دراسات بحثية مع بعض. ده النهاردة هو النمط الجديد في البحوث الطبية، ما يطلق عليه المالتي ديسيبلينري ابروتش، انه يبقى فيه تخصصات مختلفة تندمج وتشتغل مع بعض في خطط بحثية مشتركة. ده النهاردة من اهم عوامل النجاح في البحث العلمي.